نقيب مهلك، اهلا وسهلا فيك بفوشيا، والله يرحم فادي ابراهيم ويصبركم على الخساره. الله يرحمه، خساره كبيره، خسرناه بالجسد، خسرناه بس روحه موجوده، اعماله موجوده وخالده عنا. طبعا فاجأنا بهي، بنقول هي منيته وقدرنا هيك بده يكون. قد ايه صعب انه تودعوه نهار عيد ميلاده؟ يعني بدك تقولي غصه، بس هذا ما ندر الواحد انه بيوم مولده يكون يوم وفاته. فما بعرف يعني قديش فيها حكمه، يعني بتحس بنفسنا. يعني العظماء بيموتوا يوم ولادتهم، وفادي هو من احد هالعظماء بثبت هيدا الشيء. انا بالنسبه لي فادي ابراهيم هو نجم مش بالهين يتكرر، مش بالهين نحن نرجع يطلع بلبنان نجم وفنان بمستوى فادي ابراهيم. انا علاقتي فيه لفادي بترجع لها 30 سنه لورا، يعني 40 سنه كمان، 35 سنه كمان بطريقه غير مباشره. هو كان سبب دخولي كمان لهذا المجال، عم نحكي باوائل التسعينات، وكبته كمان بكل التفاصيل المرضيه يلي عانى منها اخر سنه تحديدا. فبعرف قديش كانت اوجاعه كبيره، وقديش كان من جوا يقول لي العظمه عم يجعني بس ما عم بقدر احكي. قلت له انا بحس فيك، يعني انا بعرف، وكبته انا ما تركته لاخر لحظه. قال لي مره، قال لي شغله، قلت له يلا قوم بعتك شيخ الشباب، هيدي اخر شهر عم نحكي. قال لي هرهرت بكير. كان يقول لي هول الاشياء اللي مش ضروري كل شيء نقوله للناس، في ناس ما بهمها يعني، بس لا نحن، انا خاصه تارك محل كثير كبير، يعني خدش بقلبي محل كثير كبير. خساره خساره. وشو هالفنان والممثل الرائع يلي كان عم بيعطيك هو الشغف يلي انت بتكون ايام عندك نقص فيه بالنهار، بتطلع فيه، بتعدي معه، بتقول اه اوكي يلا انا جاهز، تصور حاملها من كل قلبي. يعني اخر مسحه صغيره لإله انه يفل بعيد ميلاده، وما حدا رح يعملها مثله. هو هالقد كان يحب الحياه، وهالقد كان ياخذها بطريقه كتير حلوه وسهله. فادي تعرفت عليه عم بيضحك، وعشت معه عمر عم بيضحك، ومات عم بيضحك. رحيل فادي ابراهيم يعني بيوجعنا بكل المحلات، انه غير انه فقدنا حدا محب، حدا بيحبه الكبير والصغير، حدا بيحبه اللي بيشتغل من وراء الكاميرا وقدام الكاميرا، لانه هو ما بحياته عاش نجم. فادي ابراهيم كان كل الوقت حدا كتير متواضع، فهو من من من, من العمالقه اللي من هيدي المدرسه اللي نحن رح نفتقدها. وشغله كمان غريبه انه ما كنا نتخيل نعيد له عيد ميلاده بهذه الطريقه، كنا نحتفله بغير طريقه. دون جوان الشاشه كان يعانوا، خسرنا شخص حلو كتير بجنن، والما بيعرفوا بيجهلوا، قلب حلو كتير، وكله بجنن. دعانوا دعم. فادي كان ما فيك توصفيه، يعني مثل الزهره اللي دائما بتضلك تحتفظي فيها وتشمي ريحتها كل يوم. هذا كان فادي ابراهيم، كان من، خليني اقول، عظيم من عظماء الفن، وعظيم من عظماء الانسانيه، وعظيم من عظماء الصداقه. فادي ابراهيم مش بس خساره فنيه، خساره انسانيه كبيره، بيوزع طاقة إيجابية، وما حدا من الوسط الفني من زملائه ما بيحبه، لأنه محب، مشجع، خدوم، بيشجع المواهب الجديدة. أنا ما بنسى سنة 96 اشتغلت مع فادي إبراهيم أول مسلسل لإلي اسمه أصابع من ذهب، وكان جدا مشجع لإلي، وما بنسى ضحكته، وما بنسى زقفته، وما بنسى تشجيعه. يمكن هو نقى هذا التاريخ، بس بعتقد مطرح ما هو أحسن، لأنه النجم الحقيقي مطرحه بالسما. طبعا فادي إبراهيم وصل لمحلات كتير كبيرة بالنجومية وبالعطاء وبالشهرة وبل 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 وبل، بس في شغلة أساسية اللي هي هو كإنسان، هي الرصيد الأساسي اللي ممكن تخلق فنان بهيدي النجومية. يعني هيدا الرصيد الإنساني اللي عنده إياه هو الأساس بالنسبة لإلي. يعني تطلع، ممكن معقول تلاقي شي حدا مزعوج منه بكلمة، بنظرة، بشغلة؟ مش ممكن، مستحيل يعني، ما في. لو هو هون كان وشافنا عم نبكي عليه كان رح يبتسم، هو بضل يبتسم، نحن رح نتعلم منه ونبتسم. أيها الكلاس، الفرح، النجومية، هو الفادي. ما شفت فيه غير النجومية. فادي نجم بكل معنى الكلمة، وقليل النجوم، صدقيني كتار الفنانين والممثلين بس قليل النجوم. يوم عيد ميلاده بدعي أنا مثل ما أنا بعمل عادة بالصلاة، بدل ما نتذكر بحزن نتذكر فادي بفرح. فادي رمز القوة، خسارة كبيرة للبنان وللوطن العربي، والله أخذ أمانته مثل ما بيقولوا بالوقت اللي هو عم يتعذب فيه، ما بده يفوتوا على سنة جديدة ما تحمل عذاب. اكيد خساره كبيره لانه كان ينحكى في برا كثير يعني انه نوجد عنكم فادي ابراهيم اني يالكم عرفت اي شغل نحن بوسط الفني، فيوصل لي اخبار على هذا الشيء، فهو اكيد بيز كثير كبير. شكرا لك. ولا انا بنقول لكم ان شاء الله.